السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد على قناة 10 طلطاكو. اليوم عندنا فيديو وهو أول نظرية لون بيس في القناة، وهي نظرية الأسلحة الأسطورية وما هو أورانوس وبعض الأشياء الجنونية. المهم، بعد قراءة للعديد والعديد من المعلومات ومشاهدة العديد من النظرية العربية والأجنبية، وجدت أشياء رهيبة، ومن بعد جاء في رأسي أفكار مجنونة، وفي تلك اللحظة عرفت ماذا جنون أوضاع. وصراحة في هذه النظرية تعمقت كثيرا وفي نفس الوقت تعبت، فأتمنى أن تحطوا لايك والاشتراك ونشر الفيديو في كل مكان تكرما على تعبي، وخلونا نبتدي على بركة الله. كما نعرف يا شباب، فالأسلحة الأسطورية قوتها هائلة جدا، وهم من أخطر الأسلحة في العالم. هذه الأسلحة خطيرة جدا على الحكومة العالمية، لذلك الحكومة منعت الأشخاص من قراءة الرموز البونغليف لكي لا يعرف أي أحد المعلومات الأسلحة الأسطورية. وهذا القانون سبب دمار جزيرة أوهارا، وبسببه أيضا تم حط مكافأة مالية كبيرة جدا على رأس روبن، لأنها كانت الوحيدة التي تستطيع أن تقرأ الرموز البونغليف. اوكي، نتكلم عن اول سلاح، وهو سلاح بلوتون. هو سلاح عبارة عن سفينة حربية ضخمة جدا، وهذا ما قيل عنه لحد الان، ويعتبر ذو قوة تدميرية هائلة للغاية، بحيث انه يستطيع نفط جزيرة في طرف عين. هذا السلاح حسب ما ورد في بونغليف أراباستا انه مدفون تحت جزيرة أراباستا، ومخططات صنعه قد ظهرت في الواتر 7 في فلاش باك فرانكي، بحيث انه يمتلك هذه المخططات وقد اعطاها له معلم توموسان. هذا الشخص اللي يعتبر لغز بشكل كامل معلم فرانكي، بحيث من اين له هذه المخططات لصنع بلوتون، بالاضافة ان فرانكي قد ظهر هو يحرك مخططات هذا السلاح لكي لا تأخذه الحكومة. السلاح الثاني وهو بوسيدون او اله البحر في المعتقدات اليونانية. هذا السلاح ليس مادة مثل السلاح السابق، بل هو شيء حي، بحيث أنه يتم توارثه هذه القوى من جيل إلى آخر. وكما ظهر لنا فإن شيراهوشي هي السلاح الأسطوري بوسيدون، وأيضا كانت توجد في الماضي أميرة اسمها بوسيدون، وقدرتها تستطيع إغراق جزر بأكملها عبر الملوك البحر، والتي الآن تتحكم به الأميرة شيراهوشي. السلاح الثالث والأخير وهو أورانوس. هذا السلاح صراحة تم الحديث عنه أكثر من الأسلحة السابقة، يعني نظريات وفلسفة، ويعني عدة نقاط تم ذكرها من عدة أشخاص سواء عرب أو أجانب منذ أن ظهر في أرك الجيوجين، بحيث أنها تحدثت عنه روبن ومالك نيبتون، وقد قالت بأنه يوجد ثلاثة أسلحة أسطورية بالإضافة إلى بلوتون وبوسيدون، فيتواجد أيضا سلاح أسطوري وهو أورانوس. أورانوس في المعتقدات اليونانية أو لنقول الإغريقية فقد ظهر هذا السلاح، ولقد ظهر وهو يتحكم بالجو، ويعني محتمل يعني أن السلاح يستطيع التحكم بالأجواء، وتوجد نظريات تقول أن البيضة التي كانت عند روجر قد تكون هي الأورانوس. راح نخلي السر البيضة للنهاية لأنها تستحق تفسير جيد. والآن يا شباب، قلت لكم كل المعلومات التي نعرفها عن هذه الأسلحة، والآن ندخل على النظرية. بلوتون. توجد نظريات تقول أن فرانكي لم يقم بحرق مخططات هذا السلاح، لكن بالفعل لقد أحرقها، لكن أنا من المؤمنين بأنه قد حفظ نسخة من هذه المخططات، وهذا ليس شيء صعب مثل السايبورغ كفرانكي. وأصلا تخصص فرانكي يعني من البداية هو صنع الأسلحة، وهو ليس غبي كي يضحي بمخططات مهمة للغاية لصنع بلوتون. أنا يا شباب كانت عندي فكرة من زمان وهي تدور في رأسي، وهي أن بلوتون هي السفينة التي كانت في أرك الجيوجين. الآن تتساءلون لماذا؟
طبعا هو ليس فقط سفينة عادية، هذه السفينة حجمها مثل جزيرة الكيوجي، وممكن نقول بأنها بضربة واحدة تستطيع تدمير جزيرة بأكملها. وهذه السفينة أعطاها جوي بوي للجيوجين، وقال لهم أنه راح يعود يوما ما، ولكن هو حتى الآن لم يعد. لكن أنا متيقن أنه اليوم الذي كان يتكلم عنه هو يوم الذي سيصبح لوفي ملك القراصنة. أيضا من الممكن أن فرانك قد يصنع سفينة في المستقبل، لكن أنا أرشح النظرية الأولى، نظرية السفينة التي كانت في جزيرة الجيوجين. أما الآن نتكلم عن البوسيدون، كما نعرف فهي الأميرة شيراهوشي، وتستطيع التحكم بملوك البحر. وندمج البلوتون وبوسيدون فراح يطلع لنا سفينة عملاقة وتستطيع تدمير جزيرة بأكملها بضربة واحدة، ويقودها العديد من الملوك البحر. إذن يبقى لنا أورانوس. أورانوس هو أكثر سلاح تعمقت فيه، وهذا السلاح في المعتقدات اليونانية هو يعني السماء، وأيضا يعني إله الجو أو الطقس. وهذا الإله متزوج بامرأة اسمها جيا وهي الأرض، وتقول الأساطير أن أورانوس كان يقول لجيا أن تحمل أطفالها في بطنها أكثر من 9 أشهر. نعم، وهذا يذكرنا بأم إيس التي كانت تحمل بإيس لمدة طويلة لكي لا يقبض عليها البحرية. وهذا يعني أن أورانوس هو عزيمة الدي، لأن أم إيس كان اسمها بورتوغال دي روغر، وهذا يشرح قوة عشيرة الدي. ليس هذا فقط، بل أيضا من المحتمل أن أورانوس يستطيع أن تكون فاكهة، وقدرتها التحكم بالأجواء، وقد تكون عند شخص من عشيرة الدي وهو دراغون، لأنه يملك حرف الدي. وليس هذا فقط، بل لو نلاحظ في أول ظهور لدراغون كان الجو متغير، أين عندما كان باجي يريد إعدام لوفي ظهرت عاصفة رعدية فجأة، فهل تظنون أنها هذه صدفة؟ بالطبع لا، لقد فعلها دراغون، ولهذا السبب الحكومة العالمية تقول أن دراغون هو أخطر شخص في العالم. أيضا يوجد دليل ثاني، وهو أن في الماضي أو في أساطير تقول أن توجد تنانين ومعها غيوم وهي من الصين، وتقول الأساطير أيضا أن هذه التنانين تتحكم بالجو، هذا يفسر قوة الجو. أما التنين فهو معنى اسم دراغون بالإنجليزي. أيضا تعرفون لعبة جود أوف وار أو حرب الإله أو شيء من هذا القبيل، هذه اللعبة مقتبسة من إله الجو أورانوس. نعم، الشخصية الرئيسية اللي اسمها كراتوس في هذه اللعبة اقتبس أودا وشم كراتوس وحط وشما شبيه له في وجه دراغون. الآن يبقى السؤال واحد، وهو من أين لدراغون هذه الفاكهة؟ لو نتذكر في فيلم ستار وورز، الملك شيكي قال أن روجر وجد سلاح أسطوري، وهذا السلاح أنا متيقن 100% أنه أورانوس، وهذا يعني أن روجر هو كان مالك أورانوس، أو لنقل فاكهة الجو. وعلى ما أعتقد أن البيضة التي كانت عند روجر هي فاكهة الجو، ويعني بتلك الفاكهة كان ينتصر على أعدائه بسهولة. لكن المشكلة أن هذه الفاكهة في نفس الوقت خطيرة على جسم المستخدم، وهذا سبب مرض قاتل لروجر. ولو نلاحظ عندما كان روجر سيعدم كان ظهر دراغون وكان بدون وشم. أنا أعتقد أن قبل ما يعدم روجر قال لي دراغون أن يبحث عن الفاكهة بعد موته، ومن بعد دراغون وجد فعلا الفاكهة وأكلها، لكن لماذا لم يموت؟ نعم، دراغون بعد تناوله للفاكهة لقد وشم على وجهه وشم، وهذا يمنع الفاكهة بأن تقتل الشخص المستخدم. ولو نلاحظ جيدا في الوشم فراح نشوف رسم تنين أو جلد تنين. أيضا في أحد التصريحات عن أقوى الشخصيات، حيث أجاب أودا قائلا أن الأقوى هو جولد روجر ويليه دراغون. والآن نتكلم عن البيضة، التنين اللي خبرتكم عنه اللي كان في أساطير الصينية. هذا التنين كان يخلي بيضة فوق الغيوم، نعم الغيوم، وهذا يذكرنا بجزيرة سكايبيا، وهذا يعني شيء واحد، وهو أن مواطنين أو سكان جزيرة السماء قد أعطوا لروجر هذه البيضة، وهذا التفسير الوحيد الذي وجدته.
أو هكذا يطلع لنا حقيقة البيضة وسر وشم دراغون وفاكهة روجر ودراغون وما هو أورانوس. والآن لندمج من جديد الأسلحة الأسطورية، فرح يطلع لنا كالتالي: وهي سفينة عملاقة تستطيع تدمير جزيرة بأكملها بضربة واحدة، ويقودها العديد من الملوك البحر، وفيها دراغون وهو يقودها ويتحكم في الأجواء. وهذا يذكرنا بالثقافة اليونانية لما كان أورانوس يركب العربة مع حصانه. وفي الأخير راح نشوف مونكي دي لوفي بطل القصة، هو وأبوه يستعملون هذه الأسلحة للخير ولكي ينقذوا العالم في قتال أسطوري ضد حكومة العالم. وهنا يا شباب قد نكون انتهينا. لا تنسوا أن هذه فقط نظرية، وقبل النهاية أتمنى أن تنشروا هذا الفيديو في كل مكان، يعني في كل مكان، تكرما على التعب، وأعطوني اقتراحاتكم في التعليقات، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.